لك الحمد يا الله. مشهد لا يبدو غريباً على تنظيم داعش، لكن القصة هنا مختلفة. الهدف سجن غويران في الحسكة الأخطر في سوريا. المنفذون مقاتلون من التنظيم، أما الغاية فتهريب رفاقهم. خطة نفذت مطلع العام الماضي، بدأها من الداخل أبرز قادة داعش في السجن: نور الدين بيرم المكنى أبو محمد الأردنية. الإقدام على كسر هذه وهدم هذه الأسواق وكسر هذه القيود من أيدينا بإذن الله عز وجل. كان دوري قبل العمل تحريض على الخروج من السجن وعلى الخروج إلى المخيم، إخراج أخواتنا من سجن مخيم الهول، وهذا قبل العمل طبعا. فشلت خطة الهروب، لكن محاولة داعش لا تتوقف، فله في السجون عناصر يعتبرهم الصفوة، خبراء تصنيع متفجرات ومقاتلون مدربون يتكئ عليهم للعودة من جديد، عودة يعتقد الكثير من عناصر التنظيم في السجن أنها حتمية. ISIS is not داعش ليس تنظيماً بسيطاً أو سهلاً، إنه تنظيم غني ومنظم وشرس للغاية، يخطط على المدى البعيد. أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً بأن يعود، وإن فعل سيكون أكبر وأعنف وأقوى. صحيح أن التنظيم عجز حتى الآن عن تهريب عناصره من سجون شمال سوريا، لكنه ما يزال يحظى بولاء كثيرين منهم. نحن كان يعني لا يزال يعني عندنا ثقة في قياداتنا، سواء خارج السجن أم داخل السجن، وكانت بعض الوعود تأتي، نحن نصدق هذه الوعود. يعني لو أتيحت لك الفرصة مرة أخرى للهروب أو التخطيط والتحريض على الهروب تفعلها؟ 100% قطعا، أي وقت الآن وأنا جالس معك الآن تأتي فرصة للهرب أهرب. إذا خرجت من هذا السجن أرجع إلى القتال في سبيل الله عز وجل، أشوف أهلي طبعاً أكيد ضمناً، يعني ما أحد، يعني هذه أمنية كبيرة جداً. الهروب من السجن في مخطط داعش مرحلة أولى، تتبعها مرحلة لم الشمل، وهي إخراج زوجات وأبناء مقاتلي داعش من مخيمي الهول وروجع. أما الخطوة الأخيرة فهي الأخطر، وجهة جديدة يحيي فيها التنظيم دولته المزعومة. يعني إذا تم إنجاز هذا الأمر نتفاوض بما يعني حصلنا عليه من إنجازات على الخروج من المنطقة إلى صحراء الأنبار أو إلى صحراء الشامية، والتفاوض على أخواتنا الأسيرات في مخيم الهول، ومخيم خاصة مخيم الروج الأسود، أخواتنا المهاجرات يعني للحيلولة دون تسفيرهن إلى بلدانهن. إذن الوجهة صحراء البادية بسوريا والأنبار في العراق، مناطق ينشط فيها التنظيم ويعتبرها مناسبة لإعادة ترتيب صفوفها، لكنه يبقى بحاجة إلى مقاتليه المعتقلين في سجون سوريا، وعددهم 12 ألف عنصر، كما يحتاج متعاطفين وأنصاراً، وهؤلاء تعج بهم مخيمات عائلات داعش.